يا دكتور، دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. أهلا وسهلا بك يا دكتور علي. أهلا بيك يا فندم. طيب دكتور علي، أنا هكلم حضرتك في الشق المتعلق بالأدوية والنواقص. أزمة البنسلين، والوزارة وعدت إنها هتتعامل مع أي نواقص في الأدوية خلال الفترة اللي جاية. دوركم، وشايفين الأزمة والمتسبب فيها؟ أولا إحنا حابين نطمن الناس انه ازمة البنسلين خلاص الحمد لله انفرجت واتحلت. عشر ايام الوزارة بصراحة عاملة مجهود خرافي في توفير الصنف، وان احنا النهاردة نقدر نقول يعني بيتضخ كل يوميا فوق 300,000 فايل. متوسط استهلاك البنسلين شهري مع معدلات استهلاك العالية وصل ل 500,000. فانت النهاردة دخل اولموست يعني تقريبا على حوالي 1,000,000 يعني. فانت على المفروض هنوصل ليوم 20 كمان هيخش لنا 800,000، زي ما معالي الوزير قال على اخر الشهر هنعدي ال 2,500,000 فايل في خلال شهر، وده معدل استهلاك يساوي 5 شهور يعني. وبالتالي النهارده اصبح البنسلين متوفر في الصيدليات العاديه مش في الشكاوي بس، فالناس تقدر تحصل عليه من الصيدليات العادية. وبالتالي الأزمة الحمد لله حصل لها انفراج. أنا بس حابب أشكر معالي الوزير رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، قرار القول اللي أخده بتحويل الملف إلى النائب العام علشان للتحقيق في المتسبب الرئيسي في أزمة البنسلين اللي فاتت. طيب دكتور علي، معلش يعني احنا بنزهق ان احنا بعد الأزمة نقول الحمد لله ما بقاش في أزمة واشتغلنا وعملنا وضخينا، يعني ليه ما بنتحركش قبل كده؟ يعني حضرتك وانت بتشير على معدل الاستهلاك، المفترض ان عندنا إحصائية أو نسبة يعني عارفينها الاستهلاك حوالي قد ايه من الأدوية، فبالتالي يكون عندنا احتياطي. ليه احنا متأخرين؟ يعني المشكلة بس في أزمة البنسلين المتسبب في الأزمة دي بس، ولا في النواقص بشكل عام ما عندناش تقدير وبالتالي ما فيش احتياطي موجود؟ اولا احنا عندنا ادارة بتسمى ادارة النواقص جوه الادارة المركزية لشؤون الصيدلة. طيب. وهذه الادارة بتعتبر من افضل الادارات جوه الادارة المركزية لشؤون الصيدلة في المتابعة. وبترصد يوميا الموقف بوضوح وبدقة شديدة وبمتابعة للادوية الناقصة، وبترصد امتى هيحل، وبتبقى عارفة مشكلة كل صنف بالظبط مشكلته ايه، وبترفع تقارير للقيادات ان هي يعني مثلا الاداره رئيس الاداره معالي الوزير بيجي له تقارير يوميه عن المشهد. طب كلام عظيم، طب ليه بتحصل الازمه بقى بعد كده؟ الـ 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 القصه انه في بعض الاحيان بيبقى في المتوسطات اللي قدام حضرتك كقرايه مشهد يعني احنا كان متوسطنا 320,000. طيب الـ لما بيحصل ان هو الناس تبدا تحس ان هناك ازمه او نقص تبدا تتكالب ان هي معدل الاستهلاك يزيد، تمام؟ وهي الوزاره بدات تحل في المشكله ان لم يكن هناك حل. يعني اداره النواقص على سبيل المثال عملت دور وطني ما حدش يحس بيه اصلا. يعني حضرتك لولا تدخل اداره النواقص في حل الازمه وتحويل شحنه من اليمن ب 100,000 يوم 6 اكتوبر اتحولت ودخلت، كان زمان النهارده الازمه بقى لنا 3 شهور ما عندناش بنسلم. ولكن الاداره ورئيس الاداره المركزيه اداره النواقص، تمام، اللي النهارده اساسا تم استبعادها ما اعرفش ليه. انا 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 انا, أنا في عهد الرئيس الراجل العادل مشجع الشباب، النهارده لما يبقى في حد بيأدي شغله وراجل وطني المؤسسة الرئاسة بتشيله على فوق على دماغها فوق، لان احنا عايزين كل واحد منتج وكل واحد بيحب البلد دي. مفهوم. بعد ما اتحلت الازمه تم استبعاد مديرة الاداره اللي هي كانت اداره النواقص اللي هي كانت اساسا سبب رئيسي في حل ازمه واحتوائها قبل ما تحصل.
ازمه البنسلين على فكره قعدت اسبوع. قعدت اسبوع، يعني احنا الانقطاع بالظبط ما كانش فيه لمده اسبوع. فاحنا لا، احنا محتاجين نراجع ونشوف ونشوف القصه، الا انه في الاخر في مشكله، لابد من وجود لجنه لحل الازمات او لجنه تتوقع الازمات وتحلها بالظبط كده قبل منها. دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه بالغرف التجاريه، شكرا جزيلا لحضرتك.